يتواصل اقبال المواطنين والمقيمين في مملكه البحرين على اخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا ضمن الحمله الوطنيه للتطعيم حيث اعلنت وزاره الصحه ان مجموعه من اخذ التطعيم قد بلغ واثنين وأربعين الفا وواحد 831 شخصا مساء يوم امس الاثنين وبينت الوزاره ان عدد الحاصلين على التطعيم لذات اليوم بلغ 1268 شخصا